السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين. النهاردة إن شاء الله حابب أشارككم نقطة جديدة أو مرحلة جديدة من برنامجنا الكربولة، وهي موقع الكربولة دوت نت. وبإذن الله هيكون في مفاجأة كبيرة جدا في نهاية الفيديو. أنصحكم أن أنتم تتابعوا الفيديو للآخر. في الفترة اللي فاتت قدرنا نوصل أن احنا نعمل أكتر من 180 فيديو، ووصل عدد المشتركين في القناة لما يقارب 63 ألف طبيب. محتوى الكربولة كان متنوع وكان بيغطي أكبر قدر ممكن من علاج الجذور. تكلمنا في مواضيع مهمة زي الماجنيفيكيشن والدينتال لوبس، تكلمنا عن الديجيتال راديوجرافي وانواع الاكس راي سواء بورتابل او وول ماونتد، اتكلمنا عن الروتري والابيكس لوكيتور، انفردنا بسلسله متميزه جدا من حلقات تيبس وتريكس في الاكسس كافيتي بريبريشن، عملنا مراجعات على تقريبا كل الاندوموتور اللي في السوق العربي، كل اجهزه الابيكس لوكيتور، انفردنا بسلسله متميزه جدا وهي سلسله كلينيكال كيز انديدونتكس، وهي عباره عن سيناريوهات وحلول لمشاكل ومواقف بتقابلنا في العياده وازاي نتعامل مع مختلف الحالات. شرحنا اكتر من اوبتيوريشن سيستم، ولكن فضل في شيء كبير ناقصنا وكانش ممكن نعوضه الا بموقع الكربولة دوت نت. لو دخلت على موقع الكربولة هتلاقي اول مكان عندنا هو المقالات. في المقالات هتلاقي مواضيع كتير جدا بنتكلم عنها وبنشرحها، والمواضيع اغلبها مدعمة بصور وفيديوهات. كمان من المشاكل الكبيرة اللي كانت بتواجهني هو تعدد وسائل التواصل عندي في الكربولة، واللي كان بيخليني مشتت ما بين اكتر من منصة ومش عارف اجاوب على اسئلتكم. عشان كده وحدنا منصة واحدة او مكان واحد، وهي خانة الاستشارات، علشان تقدروا توجهوا اي اسئلة عندكم واقدر اجاوب عليها. وكمان الاسئلة هتفضل موجودة لو حد حابب يرجع ليها او يقرأ الاجابات اللي موجودة عليها. في القسم ده القسم الخاص بالكورسات، هنعلن عن كورساتنا اللي موجودة اول باول، واللي هيكون جزء منها كورسات على الارض زي ما عودناكم في القاهرة والمنصورة. كمان ان شاء الله هيكون في مكان للكورسات الاونلاين للي ما يقدرش انه يحضر الكورسات بتاعتنا في مصر. زي ما وعدتكم في نهاية الفيديو بتاعنا هيكون في مفاجأة كبيرة، وهي ان احنا بنقدم خصم 50% على اخر مقعدين في دورة الكربولة في مدينة 6 اكتوبر اللي هتكون بعد بكرة يوم 27 و28 و29 يوليو 2022. الحجز بيكون بسهولة جدا بانك بتضغط على الكورس وتبدأ تضيف الكورس للسلة، بعد كده بتبدأ تعمل عرض للسلة، وبعدين تختار التقدم لإتمام الطلب، وبعدين هتقوم بملء بياناتك، الاسم صحيح، الاسم الأول والأخير صحيح، رقم تليفون يكون عليه واتساب، البريد الإلكتروني الخاص بيك، المنطقة اللي بتحجز منها، محافظة ايه في مصر او لو من خارج مصر بتحجز منين بالظبط، ولو عندك اي ملحوظات او اي طلب تقدر تسيبه في خانة الملاحظات. وبعدين تبدأ تختار الوسيلة اللي تناسبك للدفع. متاح انك تدفع من خلال فيزا او الماستر كارد، تقدر كمان تدفع من خلال خدمات امان ومصاري، ودي خدمات موجودة في اغلب محلات الموبايلات والسوبر ماركت. تقدر كمان تدفع من اي محفظة الكترونية، بتكتب رقم المحفظة الالكترونية الخاصة بك وبيبدأ يحولك للشاشة الخاصة بالدفع، سواء فودافون كاش او الاهلي فون او اي محفظة الكترونية موجودة معاك. لو اخترنا ان هندفع بخدمة الفيزا والماستر كارد، هيبدأ يحولك للخانة الخاصة بالشركة المسؤولة عن الدفع. تقدر تعمل عملية الدفع باي نوع من انواع الكروت سواء فيزا او ماستر كارد او ميزا. كمان في المستقبل هيكون في قسم مهم جدا على القناة، وهو القسم الخاص بالكلينيكال كيزز، هيبدأ ينزل عليه صور وفيديوهات لحالات وخطوات العلاج كاملة، بحيث انك تقدر ترجع ليها في اي وقت كمرجع او مصدر للمعلومات دائم مستمر موجود بصورة مجانية. الموقع ما بتطلبش اي نوع من انواع التسجيل، وبالتالي انت دايما بياناتك في امان، احنا ما بنطلبش اي بيانات ولا بنبيع بياناتك لاي حد. فالكربولة مجانية 100% زي ما عودناكم. اتمنى تشاركوا الموقع مع زملائكم واصدقائكم، وتتابعونا ان شاء الله على صفحة الكربولة على الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله على خير، دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.